الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزا الله فضيلة الشيخ آدم النجيري على ما قدم، إن شاء الله بحول الله وقوته تقدم فضيلة الشيخ شهاب عوض مواصلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بعد شكر الله عز وجل نشكر إخواننا في هذه البلدة على هذه الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم هذا العمل في موازين حسناتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. واستمعنا إلى كلمات نيرة وأصول مهمة من منهج السلف من كلام الشيخ آدم الزبير جزاه الله خير، وإن شاء الله أنا سواصل في نقاط. طيب، المسألة الأولى يا أخواننا، معلوم إنه أعظم أمر به يكون فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة هو أمر العقيدة، وإن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، خالية من الإشراك بالله. والإشراك بالله هو أن تجعل مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر تدعوه مع الله، أو تحبه مع الله، أو تستغيث به مع الله، أو تصرف له شيء من العبادات، فقد جعلته ندا لله وقد أشركت بالله وكفرت بالله. وهذا مخالف لدين الرسل الذين جاءوا حتى يعبد الناس والخلق ربهم وحده لا شريك له. ولكن من حكمة الله أن الرسل الذين جاءوا بهذه الدعوة أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم أعداء يصرفون الناس عن الصراط المستقيم ويحرفونهم عن عبادة رب العالمين. وهؤلاء وجدوا مع كل رسول، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إن يا أخواننا ما في رسول دعا للتوحيد إلا ولقى ناس مجرمين يعرضوه إما بالكلام والشبه، وإما بالضرب والإخراج، وإما بالقتل وإسهاق النفس. ودي الناس مجرمين، ملاعين، شياطين في دين رب العالمين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حكى قصص الأنبياء والمرسلين في القرآن. نوح عليه السلام دعا الناس للتوحيد، قالوا: إنا لنراك في ضلال مبين. دي الأعداء، أعداء التوحيد. وكذلك جاء الأنبياء من بعده، هود عليه السلام، قالوا: أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. صالح عليه السلام استأذوا بأتباع من المؤمنين، قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال: الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقر الناقة وعتوا عن أمر ربهم
وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. استكبار. وكذلك جميع الأنبياء، موسى عليه السلام عارضوا فرعون، والرسول عليه الصلاة والسلام عارضه كفار قريش، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هذه الآيات من سورة الإسراء كانت من أشد الآيات التي نزلت تثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذم المشركين الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم للتوحيد وأن يتركوا عبادة الأوثان. قاموا قال له نحن ما بنؤمن بك إلا تورينا الحاجات دي، وهم كذبة فجرة ضلال، ما دارين يأمنوا، دارين يلعبوا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. مكة دي قال لنا أشفر، ونحن في بلد ناشف، ما بنؤمن بك إلا تمرق لنا موية حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. لازم يكون عندك في الصحراء دي يكون عندك جنة بستان كبير ملان فواكه وعنب وحاجات. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. مش قلت إنه الله لو غضب علينا ممكن ينزل فينا السماء؟ خلي الله ينزل فينا السماء. أو تأتي بالله، شوف الأعداد المجرمين كيف، والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. قال لا أطلع علينا السماء، أطلع السماء ليه؟ أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال علماء التفسير قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إلا تجيب لنا كتاب من الله نازل من السماء، وشايفينك هذا اللي نازل، ويقول الكتاب والكتاب ده تقوم عشان نؤمن بالكتاب ده إنه من عند الله، تبعث لنا قصي ابن كلاب. وقصي مات وجد الرسول صلى الله عليه وسلم الكم بعد السابع، لغاية ما قصي ابن كلاب إيه يقول الزول ده صاح، حتى بعد ذاك نحن نفكر. هذه الدعوة تحت الإجرام ما زالت قائمة في معارضة دين المرسلين. وباختصار شديد يقوم بها في السودان عن إبليس وأبو جهل المدعو محمد المنتصر لذلك. شغال دعوة بتاعت إبليس ودعوة بتاعت أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط وفرعون كويس والنمرود بن كنعان وغيره من العتاد والمردة والفجرة عدا الرسل، قايم بها هذا الصوفي محمد المنتصر لذلك كويس. وبجوك بعض الناس بيشبها يقول لك الصوفية دخلوا الإسلام في السودان. كذاب، ما دخلوا الإسلام في السودان. في كتاب طبقات والضيف الله ده بقروا في جامعة الخرطوم، واحتفت به جامعة الخرطوم وعملت له مؤتمر احتفلوا إنه كتاب طبقات والضيف الله هو من الكتب التي تمثل الدين والثقافة في السودان. في هذا الكتاب ترجمة واحد اسمه تاج الدين البهاري البغدادي القادري، ده قالوا أول صوفي دخل الطرق السودان قادري. وهذا الإنسان دخل السودان بعد سنة 950 هجرية، والإسلام دخل السودان سنة 31 هجرية على يد عبد الله بن أبي الصرح لما أرسله عمرو بن العاص وكان واليا لعثمان على مصر سنة 31 هجرية. والصوفية خشوا سنة كم؟ بعد 951 هجري. يبقى الفرق بيناتهم كم؟ 920 سنة، 9 قرون. السودانيين موحدين، أبي يعرفوا طرق، ولا شيخ يتمخط الناس تشيل مخاته، ولا شيخ يتوضى الناس يشرب مويه الوضوء بتاعته، ده كله ماف. هذا الباطل دخل السودان بعد هذه الفترة. وانتشرت الطرق في السودان لخفاء العلم ولغيرها من الأسباب. ثم بدأ التصوف بالموت،
وبدأ يشيع إلى مزبلة التاريخ. فقام هؤلاء الصوفية ومن يعاونهم من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، قاموا بدوا يشعلوا في نار التصوف تاني، تقوم تاني شريك يقوم يحيوا من جديد. فتح الله الإذاعات كلها هذا الرجل الكذاب، بجي بوريك بعض أقواله وكذبه ودجله، وراك بعض شيخ آدم كويس. الزول ده فتح الله الإذاعات كلها والقنوات كلها الفضائية كلها فاتحينها له، إذاعة النور النيل الأزرق، إذاعة أم درمان تحت الشعبي حسين خوجري، إذاعة السودان قناة السودان الشروق، غير من القنوات دغر ساهور والخضراء وغير من القنوات التي تخصصت في نشر الشيء. الإذاعات حدث ولا حرج. الزول ده ينشر في ضلال وفي كفر ما قال به إبليس فيما نقل القرآن. ولذلك يا أخواننا تحذير الناس من هؤلاء الأئمة المضلين هو من أوجب الواجبات، وهو من أعظم الدين الذي يتقرب به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لأنه إذا كان محمد المنتصر اللي بيغش الناس يقول لهم شيوخنا بطيروا وشيوخنا بركوا وكله كلام ساي. حصل شفتها شيخ طار قدامك آية الكرسي، والله ينزلك إلا تكون مشعبط في سودانه، لكن بآية الكرسي أنزلك طوالي، كله كذب. فكيف إذا خرج المسيح الدجال الأكبر في السودان؟ والله إلا من رحم الله السودانيين يتبعوا المسيح الدجال، بيقول للواطا أرح فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل. الذهب في الواطا كله، ولا عنده جهاز ذهب ولا بوكلين ولا موضوع طويل، بس بيقول للذهب الجوا أرح بيباريو المسيح الدجال. بيقول للسماء أمطري بتمطر، للعشب أنبت فينبت. يأتي على الناس وهم فقراء ممحلين ما عندهم حاجة، فيخرج منهم شبعانين وغنمهم الضريعة ملانة إلى آخر، يتبعوا الناس. كيف لو جاء المسيح الدجال إلى السودان؟ كويس، لو المسيح الدجال جاء السودان بيحصل شنو؟ ولذلك يا أخواننا هذا الرجل كذاب من الدرجة الأولى. كويس، الزول ده كذاب كذب عجيب. طيب، وهو يتخذ ذلك دينا لنصرة مذهبه، وده شأن الصوفية من بدري. ولذلك الإمام السيوطي لما تكلم عن الوضعين في الحديث في ألفيته يتكلم عن الناس اللي بيكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. السيوطي بيكلمك عن الناس الكذابين، قال وشرهم صوفية، أكعب الوضعين قال لك وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا. واحد بعد ما يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يزعم أن هذا دين يتعبد به الله. إن شاء الله عندنا، أنا عندي 3 أو 4 نقاط إن شاء الله نفصل فيها بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه أجمعين. بينا أن أعظم ما دعت إليه الرسل هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو حق الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وأن هناك جماعات قامت وطرق قامت لتجديد دين المشركين، وهذه الفرق والطرق إنما تزيد المسلمين من ضعفهم وهوانهم. طيب، هذا الرجل الذي هو ينتسب ويدافع عن كل الصوفية كفرقة منحرفة، الصوفية أصلاً يا أخواننا لا موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، وإنما نشأت متأخرة
ونشأت ببدعة لبس الصوف. والمعلوم في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض من الثياب، وكان يحب أن يلبس القطن، فهمت؟ فليل جاءوا ببدعة، ثم انتشر هذا الضلال وأسسوا عليه مذهبا يقوم على أصول. من هذه الأصول أولا الغلو في العباد والمخلوقين حتى يوصلونهم أو حتى يوصلوهم إلى درجة الخالق سبحانه وتعالى، وإضافة إليهم كل ما هو من حقوق الله سبحانه وتعالى. ربنا بيحيي الموتى يقول لك الأولياء برضو، ربنا يعني يهب الذرية الأولياء برضو، ربنا سبحانه وتعالى يعلم الغيب الأولياء برضو، ربنا يغيث الملهوف الأولياء برضو. فأعطوا هؤلاء الأولياء ما هو حق لله سبحانه وتعالى، وقام أيضا على البدع والضلالات. وإن سألت الصوفي عن دينه من أين أخذه، إما أن يكون من المنامات زي ما سيأتيك من صلاة الفاتح، كويس، نام بس الشيخ نام حلم الصباح جاب دين جديد. انت لو صاحي ما بنقبل منك دين الا بدليل، بعد تكون نايم، فهمت؟ كلام ساكت نجل ساكت. شيء ثاني حاجه عندهم اسمها الاذواق والمواجيد، يقول لك جربناها الحاجه دي وطلع السمحه. يا زول دين الله ما بياخذوا كده، دين الله ياخذوا بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكشف والهواتف، تقال الهواتف دي معناها شنو؟ معناها تمشي خلا بعيد تعبد الله وتحصل مرحلة من انك بتسمع فيها هاتف، الكلام زول ناداه من بعيد، هاتف جاو يقول لك انا اخذت هذا الدين. من الضلالات والباطل الذي يأخذ به الصوفية. ثانيا يقوم دين الصوفية، او ثالثا او خامسا يقوم دين الصوفية على محاربة العلم، كما نقل ابن الجوزي إمام من أئمة المسلمين رحمه الله أن رجلا من المتصوفة كان يخفي أخذ العلم والحديث لأنهم يرون ذلك عيبا، زي انت شلت كراس ودوايا. قال فظهرت الأوراق من كمه فقالوا له استر عورتك. يا زول انا شايل لي قلم وشايل لي دوايا داير اكتب الدين بما الله قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال، تسميه عوره؟ ولذلك يقول لك حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، طوالي كده ما بياخذ شكد البرعي الصوفي ايت هذا الكلام بشعر. قال ولقد رووا حديثا صح عن مختارهم من غير واسطة البخاري ومسلم. ده بس طوالي كده شالوا كده طوالي، عشان كده قال وهذا الشيخ وهذا الحديث صححه الشيخ احمد الطيب البشير بالكشف، صححه بالكشف. ساكت يا تو كشف ده يا تو بتاع يا تو كشف، فهمت؟ فده الدين بتاع الصوفية. الزول ده عشان ينصر دين الصوفية الباطل ده القائم على هذه الاصول الفارغة والباطلة بيعمل امور تحريف معاني الأدلة كما بيّن الشيخ آدم جزاه الله خيرا. ثانيا الاستدلال بأحاديث ضعيفة، عرفتها؟ ثالثا بتر كلام العلماء. بعدين يا أخوانا البتر ده مشكلة، لأنه البتر ده بغير لك المعنى كله. ربنا سبحانه وتعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هنا في بعض المصاحف وقف ممنوع بيعملوا لك، لا معناه لو وقفت هنا شنو حتغير المعنى. يجي زول يقول اخواننا هو الصلاة دي ذاتها في القرآن قالوا ما يصلوا، ده القرآن قال كده، في آية قالت فويل للمصلين، دي الآية كده. يجي زول يقدر يقول ما آية، لو قلت ما آية كافر، لو قلت آية تاني ما تصلي، ده كلامه كده صح؟ ده الشغل بتاع حمد المنتصر، ده دايما بيذكرني بالشعر بتاع اثنين سكارة، واحد بينشر في الباطل والثاني مسكين سايب بيشرب كده وعارف نفسه
ضال. فيوم جايين جنب المسجد وصل ماشين الخمارة سمعوا المؤذن قال لك ده أول حاجة نصلي الصلاة بعد داك نشوف الحاصل شنو. دا قام أفتاو بباطل بنفس الفهم بتاع حمد المنتصر ببيتين بتاع شعر. قال له دع المساجد للعباد تعمرها وقم بنا إلى الخمار يسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ربك ويل للمصلين. هذا دين؟ ده دين محمد المنتصر لزيرك قائم على الموضوع ده. ولذلك هذا الكذاب الأفاك المجرم ما بيقدر يقف في موقف يناقش فوق واحد من أخوان. ها عشان كده أخونا مجتبى هذا اللي بيوينه مجتبى لقاه في الشمالية في كريمة وده قاعد يكذب والمسجد كله متكيفين منه لأنه بكذب لهم قاعد له تحت. وقام رفع سؤال زاغ منه في النهاية قام له قال له أنا عندي سؤال. بعد ذاك بدأ يجوط وقوم عليه والناس وهيج عليه والناس لأنه ما زول حار فهمت. وكلهم مما يشوفوا الشغل بتاعنا الحار ده طوالي بزوم لأنه ده موضوع بقبضك أنا زي شيخ آدم الإعرابات الجابة دي ودي يلقاه وين دي يلقاه في وين الدالة والبرعي ولا مكاشفي ولا يلقاه بالكشف والإلهام. مسافة البرع يكشف له في البرنامج مشايخنا بكون كشفوا حاله ودري والله جد فهمت. فده الناس مجارمة ناس خوافين جبانين وهي عقيدة المشركين الخوف. ربنا سبحانه وتعالى قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان فهمت. وفي النهاية الخوف ده والجري ده والهرب عدو قصير وحبل قصير فهمت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفضحهم في أقرب زمن طيب وأن يقطع ألسنتهم من الكذب والباطل العظيم. إنه بيجوز صلاة الفاتح بتاعت التجانية هنا كتاب جواهر المعاني الصفحة 141. صلاة الفاتح دي شنو؟ صلاة الفاتح أحمد التجاني قال جاءني جدي رسول الله يقظة لا مناما. ونحن كسودانيين ناس مساكين أي زول يقول جدي الرسول طوالي من صدقهم. وإنت جدك والخدمية جدهم والقادرية جدهم فهمت والبرع جده وكل جد منه النبي صلى الله عليه وسلم ما تكذبوا علينا ساكت. لو الرسول عليه الصلاة والسلام جدك أو أنت ولده برضو ما بحلك إذا كان عقيدتك مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا لا يأتيني الناس بأحسابهم وتأتوني بأعمال وتأتوني بأحسابكم فأقول لا أغني عنكم من الله شيئا. ربنا قال تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. أبو لهب ده بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم شنو دعمه. أبو طالب كان يذود ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأك لا يا حمد المنتصر لو كان بتقرأ كن يكون قرأ لك في الروضة ده لو عندكم روضة ذاته فهمت. وأبو طالب عمه كان بيدافع عن مش قرأ لكم. طيب أبو طالب ده وين ده في النار ليه مع أنه كان مش عم النبي صلى الله عليه وسلم وبس كان بيدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليه دخل النار؟ لأنه مات على شنو؟ على دين المشركين. ولذلك دقل جاءني جدي رسول الله يقظة لا مناما قال وأعطاني صلاة الفاتح وقال إن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن 6 مرات. قال فأخبرني أولا قال سألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها. معنى أحمد التجاني صحابي مش انت لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنا يقول لك لا ما في النوم لا في النوم كيف يعني ما في مسلمين كتار بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم دي الصحابة فذول كذاب ومجرم. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيمرق في اليقظة. ربنا قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم بتين يوم القيامة. ودي أضيف لي سؤالات وتجهيلات شيخ آدم لهذا البليد أن يوم هذا ظرف زمان يعني ما بتقوم إلا إذا جاء هذا الظرف تاع الزمان إمتى. طيب قال فسألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن 6 مرات ثم أخبرني ثانيا إن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون. سبح به الرسول ما سبح به الرسول سبح به صحابة ما سبح به صحابة. قال تعدل صلاة الفاتحة اللي بيقول التجاني الصلاة المبتدعة الكفرية قال تعدل كل تسبيح وقع في الكون. يا تعدل واحد من الصحابة ما تعدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابين ولا نصيفة. ده قال كل تسبيح وقع في الكون تعديل المرة الواحدة من شنو؟ من صلاة الفاتحة. قال ثم ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن 6,000 مرة لأنه من الأذكار. ما في ذكر بحسر القرآن يا كذاب. ربنا سبحانه وتعالى قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جاء عشان يستدل بك دافع عن العقيدة بتاعت التجانية دي قام جاب ابن كثير سورة الأحزاب. هذا الموضع موجود في تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. احنا دارين يدونا فسحة في التلفزيون الغومي ده، دارين ندق كراسي ودي ساكت. ادينا خلينا نخش معاك في الكاميرا دي ها. والله انا التخو لك بالكتاب ده لما نعرف الله واحد. ما انت زول كذاب عمل لك شنو كويس. ده هنا جاب له اثر ما ثابت. انا ما قلت لك من وسائله انه شنو بيستدل بشنو باحاديث واثار ضعيفه وفي احاديث صحيحه يقوم يضعفها. شو زول ده مجرم كيف؟ وبعد ده يقول لك تسمنوا في الحديث وضعفوا في نفسكم. وزول ده لو جابوا له الكراسي ديل ولحقوه مع بعض ما بشيل لانه احنا بنضعف في نفسنا. ماكل لك 400 عتود يا كلب. طيب هنا مشى لأوباما مشى ياكل معاهم هناك الزين الجداد ما كفاه مشى ياكل خنازير. طيب هنا جاب اثر عن علي بن ابي طالب جابوا ابن كثير يقول لك وقد قال ابن كثير في تفسيره. طبعا هي بتاعته دي قويه لانه فيها زيت جوا كثير. طيب قال كلام عن علي بن ابي طالب. وعلي بن ابي طالب ما قال الكلام ده، ما قال الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم الدولة احمد التجاني ولا قال بتساوي ذكر. قالوا الرسول خليك من تكون تساوي القران. قال هذا مشهور الكلام ده بجيبه لك حمد المنتصر. هذا الكلام هذا مشهور من كلام علي رضي الله عنه يعني ما حديث. وقد تكلم علي بن قتيبة في مشكل الحديث. دي برضو يا شيخ آدم لو وديته مشكلة الحديث بتعمل له مشكلة. طيب وكذا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في إسناده نظرا، لأن الحديث ما بصح إلا إذا صح شنو الإسناد. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي ده ما بعرفه العين وما يعرف فهمت ده بس بيعرفوا ليك ما عارف ليك مين كده جوهرة التوحيد. وقال أبونا الشيخ البرعي زي ما سيأتيك وعبد المحمود نور الدايم وغيره. طيب قال وفي هذا الحديث في إسناد هذا الحديث رجل يقال له سلامة الكندي. هذا ليس بمعروف وده مجهول. وعن علماء الحديث الزول لو مجهول ما بياخذوا منه الحديث. ولذلك قال ابن المبارك إنما الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال محمد بن سيرين إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال ولم يدرك عليا وده بسمى عند العلماء بالانقطاع. فهذا الأثر عن علي بن أبي طالب فيه علتين. العلة الأولى سلام الكندي الذي يروي عن علي بن أبي طالب مجهول. يعني بالسوداني كده لو في واحد ولده 2002 قال يا أخوانا والله كتشي نرى اليوم دي كنا قاعدين معه وقال البلد دي خططنا ده مش بتقول له تكذاب انت لقيت كتشي نرى وين. سلام الكندي لاقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وين؟ ما لاقى. ده كلام العلماء كلام ابن كثير. فبيقطع الكلام وبيكذب بيحرف الكلام ده زول مجرم. أخطر من الكلام ده برضو قاله الصوفية ودي بنتحدى ويدافع عنه في كتاب الطبقات الكبرى ترجمة شيخ اسمه شعبان المجذوب. طبعا عندهم الزول المجذوب في عرف الصوفية إننا أهلنا في كردفان هناك في جهة بقول لهم المجاذب. المجاذب ده بقول لك كلام فاحش جدا كلام من الصرة ولا تحي. تقول لك يا زول الزول ده ما يقول لك لا خليه ده غرقان. يا أخوانا كردفان فيها بحر؟ ما فيها بحر ذاته كردفان. يقول لك لا غرقان. غرقان كيف؟ يقول لك ذكر الله كثير. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الله كثير ولا لا؟ كان بيقول كلامك الفاحش ده. طيب هنا شعبان المجذوب صفحة 185 ده قال مش ده قال صلاة الفاتحة أحسن من القرآن. ده قال عنده آيات من القرآن. قال ومنهم الشيخ الكتاب ده بيعوه في الدار السودانية وبيعوه في
دار العلوم شرق البسطة ومدرمان شرق المسجد الكبير. وهذا الكتاب مدحه عبد الرحيم البرعي، تقدر تتكلم فيه، وكان تاني كان نفخك ذاته بتتكسر، انت ما زادر لك نفخ اكتر من كده. المهم ده شيخه. طيب قال من كراماته، قال انه كان بيتكلم كلام ويغش العامة، يقول لهم الكلام ده من القرآن. قال وكان يقرأ صورا غير الصور التي في القرآن، لدينا الصوفية فهمت. قال على كراسي المساجد يوم الجمعة وغيرها، فلا ينكر عليه أحد. وكان العامي الزول المسلم العادي ما يتعلم العلم يظن أنها من القرآن لشبهها بالآيات في الفواصل. قال وقد سمعته مرة، ده الشعراني، قال يقرأ على باب دار على طريقة الفقهاء، يعني في الشحدة، أصول بشحد ديل إلا الصوفية. قال الناس يقرؤون في البيوت، فأصغيت إلى ما يقول فسمعته يقول. ده الغرام بتاع شعبان المجذوب الجابو الشعراني المدح البرعي البدافع عنه هذا الكذاب محمد المنتصر الإزيري. سلسلة من الكذب مظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال كان يقرأ ويقول وما أنتم في تصديق هود بصادقين. شوف الكلام ده كيف أخواننا، دي آية، كلام ده كفر بالله. قال ولقد أرسل الله لنا قوما بالمؤتفكات يضربوننا ويأخذون أموالنا وما لنا من ناصرين. شوف الكفر بالله كيف، ده البدافع عنه محمد المنتصر الإزيري. دي مسألة واحدة، أما عندي مسائل كثيرة لأنه في شيخ مزمل إن شاء الله نخليه يختم المحاضرة. طيب المسألة الثانية، في مسألة عند الصوفية بسموها الشطح. الشطح هو إنك تكفر بالله، تجيب كلام كفر بالله. تسأل يا أخواننا زول ده ليه قال كفر، زول ده ما كافر، يقول لك لا ما تكفر. ليه؟ لأنه الزول ده الآن هو الآن شاطح. لا شاطح معناه شنو؟ يقول لك الزول ده عقله ما معاه. طيب عقلك ما معك، تجيب حلقة في التلفزيون والكاميرا وتقعد وتقول الكفر وتقول عقله ما معاه؟ تجيب كراس وقلم وتكتب وتودي الكمبيوتر اطبعوه كويس ويراجعوه ويعمل له رقم إيداع لجنة ويعملوا له غلاف ويدفعوا فيه ملايين ويوزعوا للناس وأرقام إيداع وغيره، وتجي تقول لي ده ما واعي؟ لا الواعي، لا طيب الواعي بيعمل شنو؟ كويس؟ من هذه الكلمات برضو في الطبقات الكبرى للشعراني، كويس؟ عندهم حاجة اسمها صفحة 107 محمد الحضري 107، وده أخوان عند الصوفية إنك بتعبد الله لغاية ما تحصل درجة بتسقط عنك المؤاخذة والتكاليف. يعني لو قلت كفر ما تؤاخذ، والتكاليف والعبادات الشرعية ما عليك واجبة. ده المنهج بتاع الصوفية، وده اللي بيدافع عنه الآن محمد المنتصر الإزيري. الكلام ده قاله في جامعة من الجامعات، فهمت؟ وده زول مجرم وكذاب ومفتري، ويزعم أن هذا الكلام موجود. أيوة الجزء الثاني صفحة 107 موجود، قال عند العلماء، وده كله باطل يا أخوان. الشطح اللي بيسموه هم الشطح ده أخواننا كفر بالله سبحانه وتعالى. تسميه شطح، تسميه سرقة بتاع الدكاكين، تسميه أي حاجة، ده في النهاية كفر بالله سبحانه وتعالى. طيب قال ومنهم أي من الأولياء الشيخ محمد الحضري رضي الله تعالى عنه، قال المدفون بناحية نهية بالغربية وضريحه يلوح من البعد من كذا وكذا بلدا. قال الضريح بتاعه شوفوا من بعيد نستفيد منه شنو يعني غير الشرك بالله. قال وكان من أصحاب جدي رضي الله عنهما. يا زول ده ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. طيب نشوف قال هو رضي الله عنهما ديل. قال وكان يتكلم بالغرائب والعجائب من دقائق العلوم والمعارف ما دام صاحيا، فإذا قوي عليه الحال، إذا جاءت الحالة، تكلم بألفاظ لا يطيق أحد سماعها في حق الأنبياء وغيرهم،
وكان يرى في كذا وكذا بلدا في وقت واحد زي الواتساب، بيقول لك آخر ظهور وأول، مش كذا؟ بس الشيخ ده نفس الشغل عنها، أبوك الشيخ تلقاه هنا أسي يقول لك أسي والله صلى معنا المغرب هنا، وفي مبدأ بالسبيل، وفي الخرطوم، وفي اللبيط، وفي كاجو كاجو كده، يقول لك نفس المحلة أبوك الشيخ صلى معنا. يا زول. طيب قال وأخبرني الشيخ أبو الفضل السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة. طبعا السرسي ده قال إنه زول صغة، إحنا السرسي ما بيتحل لنا، نحن السرسي ده ما بنتفك منه، نحن بنتفك معاك إذا جبت أدلة بفهم السلف. قال أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة فقال بسم الله، فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده، ثم قال وأشهد أن لا إله، يا أخواننا لا إله إلا منه إلا الله، كلام ده فيها قولان، فيها قول ضعيف، فيها حديث موضوع زيادة، فيها ده قال شنو؟ قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. فقال الناس كفر، فسل السيف ونزل، فهرب الناس كلهم من الجامع، طرد الجماعة كلهم من الجامع، فجلس عند المنبر إلى أذان العصر، وما تجرى أحد أن يدخل الجامع. ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم، قال فعددنا له ذلك اليوم 30 خطبة، هذا ونحن نراه جالسا عندنا في بلدنا. فهمت؟ لو كفر بالله يؤصل له هذا المجرم محمد المنتصر الإزيري. عليك الله أخواننا، في ظنكم زول ممكن يلقى كلام لليهود، خليك من القرآن والسنة، لليهود بأيد الكلام ده؟ ولذلك العلماء نقلوا عن الصوفية ناس أبو يزيد البسطامي وابن عربي والحلاج وغيرهم أنهم كان عندهم من هذا الكفر الكثير، كان بيقولوا إن القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا، ده كان بيقولهم. طيب هنا برضو كلام كثير جدا أنا ما دار أقف معه. مسألة ثالثة وهي مسألة الحجبات، بيجوز الحجبات تلبس تميمة، قال الحجابات ما فيها شيء، كونك تلبس حجاب، حجاب رزق، حجاب مطرة. مرة ناس من أخواننا مشوا جهة النيل الأبيض هنا في الديوان، الجماعة مشوا لفكي قال لي نزل لنا مطرة، قال لهم ادفعوا القروش أول، دفعوا القروش 40 يوم المطرة ما نزلت. شو الناس دي بسيطة كيف، ناس تعبانة شديد في العقيدة. قال الجماعة جو المسجد عملوا شمطة مع الشيخ، يا شيخ انت قلت 40 يوم ووديناك قروش الكاش حقت المطر، مطرتنا وينها؟ قال لهم الله في فكي في الحلة الثانية ماسيكا، قال داك ماسك البلف ولا شنو؟ يا ناس المطر بتاعت الله في أولياء بيتصرفوا فيها أو بيشاكلوا في الجامع، ناس بيشاكلوا. أخونا جزاه الله خير شيخ نبيل خش الجامع عدى نصيحة، الفكي بتاع الحلة قال له جزاك الله خير حلت لنا مشكلة كبيرة جدا، يا ناس مطر بتاع شنو؟ عشان كده جاء في كتاب طبقات الضيف الله، قال الشيخ كان عنده ولي حوار اسمه مطر، الشيخ مارق من الخلوة بتاعته الديوان يعني، قام قال يا مطر دار الحوار، قال فنزلت المطرة، قال لا ما قصدي قصد الحوار. شوف الكذب ده كيف كذب ودجل على مستوى عالي. المهم كلام طويل أزول لك الزام بيعلق تعليق الحجبات، ودي يا أخواننا بلوى من البلاوي، ده كله شرك وسحر الحجبات كما ستعرف الآن. بس دارين نرد على شبهة جاءت في كتاب فتح المجيد، ولأنه إنسان بليد ما بيفهم عشان كده يعملت له شبهة. الحجبات يا أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، الرقى يعني الرقية من أسماء الشياطين ومن غير الكتاب والسنة، دي شرك، والتمائم اللي هي الحجبات، والتولة فيما يعرف عندنا في السودان بحجاب المحبة، حجاب المحبة كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ده كله من الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مستدرك الحاكم ومسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن 10 رهط أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام، فبايع 9 وأمسك عن واحد ما بايعه، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا ليه يعني؟ سؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عليه تميمة، زول ده معلق تميمة ما ببايعه،
يعني الإسلام والتميمة والحجاب ما بتلاقوا أصف، الشرك والتوحيد ما بتلاقوا. قال فأدخل الرجل يده فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. ده دار يعني يجيب شبه باطلة ما عنده فيها دليل، دار يجوز لك الحجبات. قال طبعا يا أخوانا الحجبات ألف وباء، وكل كلامه كده الحلف بغير الله برضو يقول لك ألف وباء. قال إما أن تعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر بذاتها فهذا هو الكفر، أما إذا لم تعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر بذاتها فهذا ليس شركا وليس كفرا. والكلام ده باطل وتأصيل بليد محمد المنتصر، لأنه لو اعتقدت إنه الحجاب أو اعتقدت إنه الملائكة أو اعتقدت إنه الرسل أو اعتقدت إنه الصحابة أو اعتقدت أي بشر أو مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى ينفع ويضر من دون الله فقد كفرت كفرا أعظم من كفر أبي لهب وأبو جهل. وكان أبو لهب وأبو جهل كانوا يرون أن اللات والعزة ومنات لا تنفع ولا تضر وإنما تقربهم إلى الله. قالوا نحن عندنا ذنوب، واللات اللي هو الصنم ده عبارة عن صورة لرجل صالح كان بيعمل لهم عصيدة في الحج، قالوا الزول ده بيقربنا لله. ربنا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ربنا كفرهم وبين أنهم كاذبون أفاكون، فهمت؟ فلو اعتقدت إن الحجاب بينفع ويضر ده كفر نمرة واحد، لو علقته ده كفر نمرة اثنين، فهمت أحمد منتصر الإزيري؟ لكن زي ما قال شيخنا آدم بليد سولو جن، فهمت؟ قال 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 يعني إذا ما اعتقدت إنها بتنفع وتضر ما في حاجة. وبينا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الكذاب محمد المنتصر الإزيري ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا البليد هو بليد وكذاب، فهمت؟ طيب دي المسألة الأولى. المسألة الثانية قال يا أخواننا الحجبات ذات أنواع، في حجبات من السحر قال دي ما بتجوز، وقال في حجبات من القرآن قال هذه تجوز بإجماع العلماء كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وطبعا لو لقى زول من أخواننا ما نجيض ممكن يغشوا يعلق له حجاب، عشان كده دي برضو رسالة لأخواننا إنه الناس مفروض تقرأ، وأن زول ما يكون لا في سور ساكت، لازم تقرأ أنت سلاحك العلم، فهمت؟ والنازل ما شغل دافوري بتاع مصطفى الزمان داك انتهى بدري، الشغل ده بقى لازم تتعلم علم شرعي صحيح، فهمت؟ شغل ساكت، فهمت؟ والآن ما في دعاة في السودان إلا من رحم الله شغالين الشغل النجيض ده، كلهم الأنصار السنة قلبوها كلها كلام في المؤتمر الأول للأطباء البيطريين. طيب الحمار ده اللي بيعالجوا منه اللي اسمه محمد المنتصر اللي زيرك ده كويس، أو حبوب موانع الحمل يا زول. يا أخوانا رب النبي صلى الله عليه وسلم لما رسل معاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شنو؟ ها؟ شهادة أن لا إله إلا الله ولا موانع الحمل؟ يا زول أنت موهوم، ما موانع الحمل، أول حاجة التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه، وهذه رواية أخرى في البخاري، إلى أن يوحدوا الله. ولذلك إذا اجتمع عالم الضلالة وسكوت من عنده الحق فلا تسأل عن ضلال الناس. لذلك أخواننا المزولية على كل إنسان عرف الحق، ونحن ما تابعين لأي جماعة ولا أي حزب، أنا برانا كده بس شيعين بيقولوا والله نحن مع الطيور، بيقول لهم والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فاضل لأي زل، صار سنة صار مهدي، فهمت؟ كله ما بينفع معنا نحن، وده القرآن قال لك كده. وإذا مسكت في الجماعات بس بتبقى إننا في جماعة أنصار وكده، وبتلفلف وتدور وما بتجيب حق الناس يستفيدوا منه، فهمت؟ فعشان كده لازم تكون عارف المنهج بتاعك. هنا الشبهة الجابة قال إذا كان من القرآن قال يجوز إجماعا كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب، قال بعدها قام جاب كلام الشيخ قال لكن إذا كان المعلق
عن التميمة من القرآن فرخص فيه جماعة من السلف لكبر رقم اثنين. فهمت؟ أول حاجة قال إجماعا. إجماعا دي معناه شنو؟ معناه ما في فريقين، فريق واحد بس. طيب نشوف كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. بعض دي معناه شنو؟ معناه جزء بسيط مش؟ وبعضهم لم يرخص فيه، معناه في شنو؟ في بعض رخص وبعض لم يرخص، معناه ده شنو؟ ده ما يجبع، ده كذب رقم واحد. وهذا الرجل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى شنو؟ إلى النار. فهذا الرجل كذاب ومفتار ومفتري ومحتال. طيب الشيخ محمد عبد الوهاب قال شنو؟ قال إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه يجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. أول حاجة ما إجماعا، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، محمد بن عبد الوهاب ما قال جماعة، إنما قال شنو؟ بعض السلف. فهمت؟ أما هذا الكلام، الخلاف في الموضوع ده، ده خلاف في التميمة إذا كتبت من القرآن، ما أضافوا لها سحر ولا أسماء شياطين ولا غير من الباطل، ده قرآن بس، قرآن صافي، جبت القرآن وعلقته. ده الكلام النقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وده من أمانة العلماء، العلماء بيذكروا الكلام كله، بعد ذلك بوروك الحق. لكن ده زول مجرم. الرد على الكلام ده ذاته، الرد عليه، العلماء قالوا ما بيجوز تعليق التميمة وإن كانت من القرآن لثلاثة أوجه. الوجه الأول لعموم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مخصص لهذا النهي. وإذا دار تجيب لي زول يخصص النهي، ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولى شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يبايع ذلك الرجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. جيب لي حديث يخالف هذا الحديث، ده نمرة واحد ما بتلقى. نمرة اثنين، أن القرآن إذا علق فإنه يؤدي إلى امتهان القرآن. الزول اللي بيعلق القرآن لازم يعني يخش به الحمام، لأنه انت رابطه من شنو؟ من الشياطين وكذا، صح؟ طيب الحمام ده بيت منه؟ بيت الشياطين. فهمت؟ فإنت إذا علقته برا الجوا حافظك منه، ولك ما بيحفظني الله. وطيب مالك لابسه برا؟ والله في بيت الشياطين حفظك ما حفظك برا، يبقى ما في داعي له. ولا تقول لي لا بخش به الحمام، معناه كده انت استهنت بالقرآن، وده استهزاء وكفر بالقرآن. فبالوجه ده برضو محرم، ولو كان وجه واحد بس كفاية. الوجه الثالث أنه ذريعة لتعليق ما سوى القرآن من السحر والطلاسم، وهذه هي حجبات الصوفية. كلام ده كله من باب التأصيل، لكن الواقع هدره. أزاهير الرياض ده اللي قاعدين يعلقوه 195، ده اللي بيعلقوه الصوفية، وده شيخ محمد المنتصر وشيخ البرعي ذاته. فهمت؟ صفحة 195. فهمت؟ هذه لها الحجبات بتاعتهم، هذه لها صفحة 194 بيجاي وبيجي أقرأ لك كلامه. هدره ده قرآن تفياته صورة، هنا كاتب في وعامل لها غوص كده وخبي جاي ودال بغادي وعامل مستقيم ومماس. يا زول انت استاذ بتاع الرياضيات، ده قران. فهمت؟ الشيء الثاني كاتب اله، يا ها ها يا ها اله ها اله يا. شفت اللعب بالقران باسم الله سبحانه وتعالى، يعني يا الله قام قسمه. فهمت؟ وده كله من الالحاد في اسماء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. طيب نشوف هو قال من القرآن. طيب هل دي اللي تكلموا عنها العلماء؟ طيب قال: ومنها الطلسم الذي أخذه من شيخ القطب السماني قدس سره، فإنه نافع جدا سيما إن كتب في الحجب الحفظية أو لأهل الأمراض الجنية، لكن تكتب قبله البسملة وصلاة اسم نافع. نافع منه؟ طيب قال: والفاتحة إلى نستعين، ياك نعبد ياك نستعين، تقف هنا. وهذه صورته. فهمت؟ ده المدفون هناك في
جنب الحصة حصة. قال ومنها قوله لمن عسر عليه الحفظ، دي الحجبات تحت الصوفية، أن يكتب عليه هذه الآية القرآنية عصر الجمعة وتقابل الكتابة بالنجوم، أنا ما أعرف يقابلها كيف بالنجوم، ثم تمحى عند إشراق الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأوقات دين، لأنه دين وقت شنو؟ نهى فيها عن العبادة، خاصة الصلاة والسجود. خاصة الصلاة والسجود ليه؟ لأنها وقت يسجد فيها المجوس للنار، فقال لك أحسن وقت للحجاب ده وقت الكفر ده. طيب قال يوم السبت عند إشراق الشمس، يوم السبت عصر الجمعة ولما تشرق الشمس يوم السبت، ويشير بها وهكذا إلى سبعة أيام، فإنه يكون ممن يضرب به المثل في الحفظ. والآيات المذكورة وهي قوله تعالى قول الحق وله الملك إلى آخر. ومنها ما رأيته بخطي رضي الله عنه في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آية، قال عددها 2525، يعني 25 25، فهمت؟ دي طريقة طبعا في كتابة الحجبات. ولها من أسمائه تعالى الله وهاب سريع مجيب مغيث، ولهذا وفق عظيم من إلهام كريم لجلب الرزق وقضاء الحوائج يقرأ ياسين مرة واحدة والأسماء المذكورة على عددها 73. ده المساكين ساي واحد تلقاه كتبها 73 مرة، يقول لك الآن إن شاء الله هذه المرطبات سوف تكون مزدحمة وسوف أستاذن الناس لصلاة الظهر لكسرة الزبائن، يقعد زبون واحد يجي وماف، إمتى؟ وكمان الصوفية مجدة حصلوا مرحلة يكتبوا حجبات للباطل وللسوء وللزنا. الكتاب بتاع طبقات والضيف الله في ترجمة حسن وتحسونة، واحدة بتاع الزنا عندها بيت بتاع الزنا الله يكرمك، مشت للشيخ قالت له الزبائن قال له اكتب لي حجاب، مش المفروض يوعظها؟ قلها بنت الحلال انت شغلك كده شنو؟ ربنا قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، ويبرئ الله الأدلة، وإن الزنات والزواني يوم القيامة عذاب بيكون شديد إلى آخر، جيب لها الحديث. قالت له الزبائن قال له يا أبي الشيخ اكتب لي ورقة، قال كتب لها ورقة فكثر الزبائن جدا، امتى بيقوا في ناس يحجزوا بالطوب وفي كلام طويل جدا يا زول، بعد شوية الورقة بتاعتها تفكت، مشت للواحد اللي بيجلد الورقة، قالت له أبو، قالت له طبعا الورقة دي يعني جلدها لي لأنه دي عندها شغل براو، اللي بيجلدها فتحها قال لها انت الورقه دي كتبها لك ابنه؟ قالت له كتبها لي ابويا الشيخ حسن وتحسونه. قال حسن وتحسونه ما نبزك كيف؟ قالت، قال لها حموزه مهيوبه حمراء ومقلوبه تقلب الهوبه في جزائر النوبه. انا طبعا ما بفسر وانت ما تقصر، الكلام ده انا لو قلت لك كلام شين جدا. دي قاعده دي الحجبات، حجاب تكتب لزول حجاب عشان هنا بيت الزينه يشتغل كويس. طيب قال ويكتب لمن به حمى هذه الأسماء، شقش اثنين لو عندك حمى، شقموش اثنين، نموشلخ اثنين، راعي المنخ اثنين، أبو نوخ اثنين، العجل اثنين، الساعة اثنين، حمى بتروح. طيب وكلام طويل. قال ومن ذلك قال بيقطع البلغم، قال على هذه الجزاء وهي التي جمعها بقولي معز لفكر، يعني تكتب للزول اللي عنده بلغم كثير عنده قحة خاصة مع أيام الشتاء، قال تكتب له الكلام ده. صفحة 195 من كتابة ظهير الرياض عبد المحمود نور الدين، قال ملح عطرون يا ناس يا أخي أنا ما أمشي أشربه بدل تكتبه لي، قال زنجبيل فلفل لبان أنا ما أورى أنا بخور ولا بتاع شكلت ولا شنو، كمون رشاد، فيأخذها ويسحقها سحقا ناعما. دي الأسماء ده مش تجيب إنهن ذاتنا العطرون وكده، لا دي الأسماء ساي في ورقة تكتب زنجبيل والثالثة ملح وتاني عطرون وتاني شيرية تسحاني مع بعض وتشرب، إن قال بتروح منك البلغة يا ناس ده دين، فهمت؟ الزول ده مجرم ومجدد لدين المشركين. والكلام ده يطول عنده من الأشياء المضحكة المبكية، دار يعمل فوق الود عالم وجاب لي مسألة وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، الود عامل فوق ابن جلا وطلعوا الثنايا، فهمت؟ عامل فوق آخر يعني زول بتاع صيحات، آخر حاجة جابه قال آدمي البحر، قال نص آدمي ونص حيوان بحر، انت لقاك مخلوق زي ده في كتاب تاريخ لقاك؟ قال مسألة، وده أول حاجة مذمومين
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وديل بيسموهم العلماء الأرائيتيين. ابن عمر رضي الله عنه بيّن لزول مثلا الحديث في البخاري، قال له يا ابن عمر أرأيت لو أن كذا كان كذا وكذا. ابن عمر قاعد بالليل والقمر 14، قال له أترى ذلك الكوكب؟ قال له نعم. قال له اجعل أرأيت في ذلك الكوكب، أمشي خدتها هناك أرأيت. بيجيب له مسائل ما في، فهمت؟ يقول لك لو كلام فارغ ذاته، فهمت؟ قال إذا وحدة مسلمة أو زول مسلم لقى آدمية بحر أو مسلمة لقت آدمية بحر وزنت به، دي قال يقام عليه حد الزينة ولا ما يقام؟ قال لا ما في حاجة، ما يقام عليه حد الزينة، لكن ممكن يعذروا ساي، يعذروا ممكن تنهرهم، فهمت؟ تقول لهم ولا ممكن تقول لهم كاكتاني ما سووا كده، وممكن تقتلهم، ده ما الموضوع بتاعه، أنت قايل شنو؟ فهمت؟ وكلام طويل جدا، وده كله من التحريف للقرآن والسنة. أنا أفتح الفرصة لأخونا شيخ مزمل، تقدم زين إن شاء الله.